سلام البنات، اللهم صلي وسلم على سيدنا خير خلق الله. شوفوا اليوم بديتهم معايا تحويسه البازار تيفنا ميناج. شوفوني بديت لكم الطريق من الاول باش يعرفوا، يعني بزاف ما يعرفوش مكانه. هنا رانا نتو الماتيرنتي تاع العلم عادي، هو يعني تقريبا راهو جاي في حي لواري بومدين، جاي ورا الكارطيات وين يبيعوا الفايونس وكما نقولوا الماب الماربر والامارات هذيك. المهم منا من الماتيرنتي تكملوا مباشره، ما تدوروا لا هك لك حتى تلقاوه، تما تبقاو في نفس الطريق هذه، تعقبوا على مفروشات وزاره بالعرائس السنتر كوميرسيال هذا اللي هنا طويل شهاب، وتكملوا مباشره هنا رانا تقريبا وين كاين البوليكلينيك تاع مواسا، يعني تكملوا مباشره تبقى في نفس الطريق حتى تلقاو، تزيدوا تعقبوا كما نقولوا الطريق هذيك اللي وين يبيعوا الفايونس وورق الحائط، وبزاف يسقسيني وين يبيعوهم في العلم، يبيعوهم هنا في الهواري كاين حي يعني خاص بهم، تلقاو كل الانواع. تكملوا مباشره تلقاو بازار تيفنا ميناج، صفحتهم فيسبوك رقم اللي تفحى غادي لكم في صندوق الوصف. هي جوله خفيفه فقط، هذا هو البازار، هي جوله يعني اسمها ماهيش بالتفصيل ممل، لكن كل السلع وكل التفاصيل راح تلقاوهم في صفحتها في فيسبوك ولا في جروبهم، راح نخلي لكم الرابط وكل التفاصيل. يسمع بعضهم 65، هاهم 65، هذو حليب وقهوه شفافين هكذا مع بعضهم 45 ألف. كاين هكذا سي بيس 50، كاين هكذا هذو وهكذا لي بول ترونسبارون هذو كيتي هكذا، هذو ثلاثه ب 15 ألف. سيرفيس هكذا تاع التي ب 80 ألف، كاين بزاف فيه لي موتيف يتبدلوا. الفلاطو هكذا تاع الكوشه كامل على بعضها هكذا كامل على بعضهم ب 45 ألف. هذا سيرفيس طابل شوفوا فيه 19 بياسه، هذا راهو صولد ب 165 فقط. ها شوف كميه هاي متوفره 20 ألف. هذو ها كيسان ثاني تاع التي هكذا، هذو من ستة هكذا ب 20 ألف. وهذو هكذا الغلافات ولا الغطاويت هكذا تاع الكراسة، شوفوا كاين الموديل هذا هكذا الجيك شغل كبير فيه لي كولير بزاف لي موتيف ثاني تبدلو، وكاين هذو هذو ستة مع بعضهم 330. هذو راهو تاع ترك الموديل هذا، وهذو ثاني 630 كيف كيف. واللي يحب حوايج الكوزينة يعني لا سيري نظن فيهم 16 بياسة سي بيس هكذا مع بعضهم، حوايج الكوزينة 16 هكذا راهم 650، ولي كولير تاعهم بيتبدلو كاين الوان كام. راح ندير لكم جوله عامه في المحل تشوفوا يعني المحل واش عنده سلع، واش اكيد عالم اواني يعني راهو عندهم كلش. البازار هذا العنوان راني نعتو لكم شرحتو لكم، شوفوا فيه لماعن فيه طابيات فيه حوايج رقيق فيه حوايج تصولد فيه اسعار اواني نحاسيه، يعني راحين تلقاو كلش باذن الله. هي جوله خفيفه فقط تتعرفوا على البازار تتعرفوا على السلع اللي عنده. شوفوا كاين هكذا سيرفيس تاع القهوه ب 16.55 ألف، شوفوا شبيه هبل الشفاف. كاين هكذا كاين كيسين في الدوري، يعني كل حاجه راكم تلقاو البري تاعها مكتوب. وهذو كؤوس طوال شوفوا هذو تاع تحليات تاع الصالات فربي، المهم يهبلوا هذو يتباعوا بالواحد، هذو سعرهم ب 18 ألف. هكا كاين الكيسان كاين تاع تحليات كاين هكذا تاع مكسرات، يعني كاين كلش. فقط البازار من فوق يعني المحل كامل فيه زجاج، تسمى شوي صعب التصوير لانه نعكس فيه. بالنسبه للاواني تاع البلاستيك ثاني كاين كلش، ها بلاستيكيه المنظمات هذو راهم متوفرين. حامل التوابل هذو منها الاسعار راهي مكتوبه، هذا الموديل ب 185، الموديل هذا ب 195، وكاين الشكل هذا كاين هكذا. هذه منها شحال هكذا هكذا فيها الالوان بزاف، هذه ب 220 ترامز ايضا موديلات جديده شوفوا شبهين. وهذو احدث موديلات الترامز شوفوا راهم داين حاله في فيسبوك موديل جديد هذا، هذو راهم يديروا 720. ترامز البازار عنده من 120 طلع، سما كل وحده تشري مقدورها، كاين 120 كاين 200 كاين 800 400 500 حتى ل 720 اغلى موديل جديد اللي دخل. ها هذو الترامز دوامي شوف شوف هذو البرمنه هذه هاي ب 480، اللي يحب حاجه من هذه كيما تاعي
راكم شايفينها يعني ما فهمت هاي الكونفراتينات هاي نفس هذه هي لتاع مرمم هذا البرمه تاعها تستخدموها تقلبوها كيما نقولوا طنجره طيبوا فيها ماكلتها تجي كيف وثقيله يعني هذه هاي ب 480 كاين بزاف لي موديل كاين في النوار كاين في الروج كاسرونيت هكذا هذو البوبيطات ولا كل واحد واش يسميهم ثانيها متوفرين من الكبار للصغار 220 240 260 المقادي ثاني تاع المغطى حاجه مليحه 250 هذو منها لي كوكوتها انواع بزاف كاين كوكوت مينيس كاين نورمال كاين تاع الخارج شوف هذه راهي 150 يعني البازار راهو فيه كل انواع اوان طاجين تيفا ثاني متوفر تاع كسرة مطلوع 250 قطاعات نحاول ندير لكم جولة تعرفوا الحوايج الرقيق وكاين هذا ثاني شوفوا هذا المشبك هكذا هذا جاي سيلفلا هكذا دائرة كبيرة كاين صغير وكاين كبير هذا يطيبوا فيه البيتزا باش تجي مليحة والله يطيبوا فيه في كوشة اي حاجة المهم المهم يعني تقدروا طيبوا فيها هذا بثلاثين ألف وكاين صغير بعشرين ألف باش تجي يعني الأكل يقرمش شوفوا ها كاين صغير وكاين كبير طابونات أيضا متوفرة شحال منها هكذا طابونة طابونة هذه هاي منها بخمسمية وعشرين بالنسبة لحوايج رقيق ولي بياس راهم ثاني كاينين بزاف لوازم الحلويات الطوابع متوفرين مغارب فراشت يعني البازار فيه كل ما يخص الاواني منا مدايرين جانب يعني الحوايج تنظيف ثاني راهم متوفرين المقلاة الشواية حجم كبير متوفرة المقالي عنده الانواع كل كريبير ثاني متوفرة شوفو ماتيريال الانوكس هذا المقالي راهو عنده انواع كامل سما من الرخاص للغالية من ارخص واحد التيفال طلع منا طاوية تشوفوها بالسيري كاين بالوحدة وكاين بالسيري كاين هكذا سيري مع بعضها 220 كاين هاد موديل تاني هاي ب 320 كاين 220 الاواني البيضاء تاني راهي متوفرة ها شوف كل حاجة وسعرها البلا هذا ها ب 30 الاواني البيضاء اللي فيها كيما نقولو لمسة خشبية هاهي متوفرة وهذا لي بلاي اللي يتبيعوا بالوحده يعني كاين ب 20 ب 15 25 10 كل يعني موديل وسعره اللي تحب دير سيرفيس طابل في النوار ها بالحاجه تقدر تنسق من الاواني النحاسيه تاع الحلويات يا هاي لي سيرفيس تاع حليب قهوه تيرا متوفرين كاين كومبلي كاين حليب وقهوه فقط كاين مع مبريق هذه الانواع اللي راهي متوفره في البازار راح نخليكم صفحه ورقم الهاتف في صندوق الوصف اللي حاب يعني يرسلو شوفوا الموديل هذا ثاني واش به هذا راهو ب 640 كاين ب 580 كاين هكذا كاين هذا حليب وقهوه ب 370 كاين الموديل هذا ثاني هيك هذا تاع قهوه برك هذا راهو ب 100000 شوفوا ثاني هذا هايل هذا 100000 وكاين لي سيرفيس هكذا اللي كيما نقولوا بين زجاج وفيهم سوطاس تاعهم اواني حطبيه وهذا اللي يشري بالبياس فقط شوفوا واش باهيين ثاني هذو هذو راهم ب 150 تسمى هذا البول تاع حليب هنا تقدروا تحطوا مع البلي الشوكولا كونفيتير ما حاجه فاش تفطروا ولا كاطو ولا هذا هايل يعني الكاس هذا هذا راهي القطعه هذه ب 150 وكاين هكذا هذا ثاني ب 150 لي سيرفيس منها عنده كل انواع متوفره هذا تاع التاي ب 130 هذا منها هكذا 200 هكذا راه سعره ب 120 يعني هي جوله عامه فقط اللي يعجبها اي حاجه تقدر دير كابتير وتسقسيهم في الصفحه شوف وهذو الاواني نحاسيه تاع التقديم كيما نقولوا تاع ضيف هذه الصغيره ها سعرها منيح بزاف مقارنه بالمحلات الاخرى هاي ب 75 الكبيره ب 110 ها حامله مناديل شوفوا كاين في الارجنتي في الدوري في النوار الاواني يعني نحاسيه كاين انواع كامل
فقط قلت لكم التصوير شوي صعب لانه البازار فيه المري بزاف، يعني سما كون نرفع شويه تليفون ولا الكاميرا راح نبان، هذا يعني التصوير راح يكون شوي صعب. هذا حاملات الحلويات راهم متوفرين، شوفوا الانواع كام، لارجونتي في الدوري في النوار، بلاطويت راهم متوفرين. شوفوا الاواني هذو الشفافه اللي خرجوا جدد، دام يطيبوا فيهم تاع كاين هكذا وكاين كاسرونه وكاين هكذا شغل طابه، شوفوا شبهين يهبلوا يعني. هذو سخفت نشري واحده من هذو، يعني قريبا راح نجرب نشري واحده من هذو، ما يطردقوش يعني ضامين مضمونين يعني بلي ما يطردقوش. ها سما يجيو زجاج في زجاج ترونسبارون، كي تعودوا طيبوا فيهم الماكله تبان شفافه هكذا. 360 هذه بها بلقطه تاعها، كاينه هذيك الكبيره هكذا ستيل كاسرونه هذيك 480. الكرافه وحدها ثاني متوفره رهيب 85. فريز تاع القهوه راهو كاين انواع كامل من تاع الجزائر ب 40 و 30 حتى تاع الخارج، ها كل الانواع متوفره. البروم تاع الالوان ثاني راهو متوفرين، الموديل هذا تاع الشيف ترمز هذا هو. شوفوا هذو القطارات هكذا، هذو مليح من الخضر ولا كتغسلو بربوشة ولا عندهم بزاف استعمال، ماشي بربوشة هذا وكبير يسيح هذا، ها وكاين رقيق. المهم الخضر ولا المهم هذو مليح ثاني تحتاجوهم في الكوزينة، هام كاين ب20 كاين ب30. ليمو تاع طيب كاين حوايج بلاستيك ولا حوايج هذو ماشي بلاستيك، هذا راهو الميلامين ثاني هام متوفرين. بلاطويت صغار طباسة كاين كلش بلاطويت، هذو لي مول تاع الجينواز راه متوفرين من الصغير للكبير من 20 وطلع. هكذا تاع المسكوتش ثاني راهم متوفرين، طباق كيما نقولو تاع الكسرة مطلوع، خبز راه متوفرين بأنواع كامل. منا ثاني عندهم جانب فيه الألعاب حوايج بلاستيك، ألعاب تاع الولادها متوفرين. منا هذو اوكو على بعضهم ب10000، ريان هذو منا على بعضهم ب10000. شوفوا حوايج بلاستيك كامل ب10000 مليح، هذو هم العاب كبار هم كيميوات كبار، هذو كامل هكذا ها ب10000. شوفوا منا هاد الثاني حوايج بلاستيك العلب تاع التخزين لي بوكس تاع اللمجه، تمدوا تحطوا فيهم اللمجه بلاتكم راهم متوفرين. شوف يعني تقريبا حوايج بلاستيك كامل تقريبا ب10000. كاين المسيسك تاع القش ها هذو الماس ثاني تاع الدوم راهم متوفرين. شوف راح نشري هذا ما عنديش موس، من الصغار الكبار لي شوب تاع الحليب ها كامل متوفر. لي شوب منا هذو كامل تاع الزجاج كامل ب10000. حوايج البلاستيك قلت لكم كامل ب10000، وكاين حوايج ب5000، كاين كيما السكريه هذه راهي ب5000 والباقي ب10000. انا عجبوني الالعاب جاوني رخاص مره، كيما انا ابني يلعب نهار ويطيش سما هذو مناسبين جدا ليه، نهار ويكسر هذو ها. المهم شوفوا فيهم بلاصه الاشكال يتعلموا، سما الشكل الورده يعرف يدخلها هنا، الشكل المثلث هذو عجبوني يعني 10000 سعرهم راه رمز بلاص. ها ثاني كاين من طباسة كويس تاع لي بيبي هكذا بلاستيك ب10000. شوفوا الطاشن كاين تاع المطلع حجم كبير بزاف هكذا، هذو ربعه ب45، شوفوا بصحهم كبار بزاف. وكاين الصغار كيما راهم على بعضهم راهم ب20000. شوفوا انا نصور ولو جاينا راه يتقلق فيا ما خلتنيش نصور. شوف هذه بنت صديقتي لوجين، هاي ما خلتنيش نصور، منين نجي نصور تجي في وجهي. شوف طراشن كاين ب20 وكاين ب45. ها القصعيات الثانية ولا القصع ولا القصعيات يا خالي القصعيات القصع بنت تاع الفيتنام كاين من الصغيرة الكبيرة من 230 وروح. هذا ثاني مليح يعني هذا مكسب في الكوزينه في الدار، القصعه هذو مكسب. انا خي شفيت وليه تذكرت وشريت في رمضان واحده كبيره يعني تقعد هي تشعل تغسلوها يبقى هكذا طول عمر ما يصرالها والو. ليمول منا تاع الكوشه قلت لكم متوفرين،
لي فيرين تاع التحليات كاينين، كيسان هذا موديل ثاني راهو ب 25، كاين هكذا طباسه ب 35، كاين شوفوا هذو شبهين ثاني ب 10000، الكاس يعني اللي كيلو بها هو ب 25، يعني راهو عنده كلش. بازار كيما نقولوا بازار فيه كلش. شوف اللي يحب يعني حجم كبير في البرم ولا المناسبات تاني متوفرين. ها حتى الاعراس مناسبات حجم كبير بزاف راهم كاينين. هادو هادو اللي صورت لكم برا اغلفة يعني الطاولات، ها كاين الالوان كامل راهم. طابية تاع شنابر ولا تاع صالوبا تاع الدخلة تاع البيت راهم كاين كلش. شوفوا هادو كوفير تاع ماشينا لافي راهو متوفر تاني. طابية تاع شنابر شوفوها متوفرين كامل. يعني البازار راكم تشوفوا اسعاره راهي في متناول الجميع، ندير اسعار مليحه بزاف يعني. شوف طابية تاني تاع صالو ما كاينين، اللي حب هذا الموديل تاع البلاستيك ثاني راهم متوفرين. واللي حب تولبي بالستيل هذا راهم كاينين ثاني. شحال من هكذا؟ الكبير ب 50 والصغير ب 30. هذا يجي تولبي بلا تولبي بليطاج هذا هايل يعني، ومام تغسلوه يبقى كيما راه ما يفزتش. انا عندي هذا راهو في العامين مازال يشعل، مام هذا تاعو ما يطيرش تغسلوه يعني ولا ذاك يقعد هايل. هذا كاين ب 50 والصغير ب 30. منا ثاني كاين ثاني شويه حوايج الكتروميناج، ها كاين الحديد كاين سوشوار. المهم بازار راه منوع. شوفوا هذا لاكلوش هكذا تاع لميس هاي كاينه 280 الموديل هذا. الركن هذا منا شوفوها كلش ب 10000، هذا تلقاو فيه شامبو جيل دوش حوايج مكياج. منا الكوتي هذا كامل ب 10000، ما نقدرش نصور لكم بالتدقيق لانه كما قلت لكم البازار فيه المريسه ما يعكس التصوير. راح بين راني هكذا من بعيد باش نوضح لكم فقط. شوفوا ريسيل كريو فون دو تان امارات هذو كامل كلش ب 10000، هذو منا كامل ب 10000. الركن هذا كما راه كلشي ب 10000. ها ريسيل الغسول ديودور هكذا تاع تاع نسار جيل، يعني هذا في الدوامي في الحوايج العادي. ماء الورد هذو كامل منا كلشي ب 10000. منا قلت لكم حوايج الكتروميناج البلاك سوشوار آلة نزع الشعر ثاني متوفرين بلي مارك. شوفوا كاين الماكينه هذه تاع الخياطه بزاف شفتهم يهضروا عليها في فيسبوك والحجم صغير، يعني صراحه انا ما جربتهاش لكن يشكروا فيها. هذه سعرها ب 350 شارجابل تشارجها، يعني تقدر تمشي ب 60 ظن ولا تمشي بلا باتري ولا ما عليهش فيها. هذا شوف يعني الحوايج خفيفه نظن تكون تفي بالغرض كما نقولوا. هذه راهي ب 350. ومنها ثاني ايضا راهو عنده ريدو تاع الكوزينه. شوف كاين من رخيص للغالي سما كل وحده مقدور. كاين هذا الاخضر بالالوان ب 80000، كاين هكذا ب 220 ظن، كاين 240 تاع الترك. الالوان كامل متوفره سما على حساب لون الكوزينه تاعكم متوفره الالوان. هذا كامل هكذا. شوفوا كاين طابيات هكذا تاع شنابر 3 بيس 260. ها كاين طابيه تاع كوزينه كاين هكذا كاين، يعني قلت لكم بازار راهو فيه كلش كلش. ايضا عنده الجلبابات راح نقول لكم اسعار. شوفوا الجلبابات الشتويه واش مليح. شوفوا الجلبابات كاين العاديين اللي تقدروا تلبسون في الفصول كامل، الكتان هذا ما عليهش اسمه الكريب ولا المهم، وكاين الشتويين. شوفوا الشتويين واش مليح. طروا بياس هذو 290 هذا هايل عجبني فيهم اكيد الالوان. شوفوا البوردو تاعو هذا ب 290. كاين ثاني هكذا كاين هكذا نظن 290 260 كل واحد والموديل تاعو. لي كاب ثاني راهم متوفرين. الجلباب تاع البنات صغار ثاني كاين. المهم ها هو قلت لكم بازار راهو توال
عيادة الأمل تما كيما تجيو ماتيرنيتي تطلعوا مباشرة ما تبدلوش الطريق، تبقى مباشرة على طريق ماتيرنيتي، تفوتوا الكارطيات وين يبيعوا الفايونس و تما تفوتوهم كامل وتبقى مباشرة حتى توصلوا لعيادة الأمل، سقسيو عليها راح تلقاو مزار تفنى أمامها مباشرة. ها شوفوا الميدان تاع الحطب، كاين بمية كاين بمية وخمسين كاين الكبيرة خلاص بثلاثمية، الحطب هذو هما حطبة تما صغيرة بمية مية وخمسين ثلاثمية. ايضا تلقاو في السلل تبع البازار براكم تلقاو هكذا شحال هذو هكذا لي جاكيت وبوديات تاع بنات هذو سعرهم بخمسة وثلاثين الف. ها كاين هكذا ثاني المكاتب هذو الصغار حوايج بلاستيك كاينين ثاني كامل. ها طاجين فطير متوفر، البسينات هذو من هكذا حاملة الاواني شوفو كاين في الانوكس كاين في الحطب، تختلف الاسعار على حسب الموديل، كاين ب 350 كاين ب 400 بصح هذو شنو النوعيه مليحه هذو، هذو راه ما يفزدوش. كاين هكذا اينوكس كاين في الالومنيوم، كاين الموديل هذا الثاني راهم داير حاله، هذا هكذا راهو يجي فوق لوفي سما العين تجي هنا وهذا يجي من فوق يوفر لكم مكان. هذا راهو سعرها 640 سيار شخشوخه راه متوفر. بالنسبه ديما اللي سقسيو على العجينات الدوامي يعني بيت صواردها هذه بومان 1600 يشكروا فيها فيسبوك، يعني انا ما جربتش لا مارك بومان لكن يشكروا فيها، هذه 3 كيلو سعرها ب 1600. شو اللون تاعها وشلو جايه في الغوز بيبي 3 كيلو حجمها، هذه راهي ب 1600. كاين ثاني شوفوا هذه اه من 25 حبيت رقيق ثاني متوفرين لميس مقص ومرات هذيك الرقيقة تاع الكوزينة اللي نحتاجوها في الكوزينة تراها متوفرة، هذه تاع الثوم هذا السيبور اللي نحطو فيه يعني المغرف ولا المغرفة تعودو طيبو. ها هادو اللي يتعلقو نعلقو فيهم مبقاش تحطوهم في الباب ورا شنابر، هادو ملي عمليين أنا عندي منهم هادو سما مكونش مضطرين تخرقو الباب سما يركبو مباشرة فوق الباب بلا ما ديرو لهم مسمار ولا ثقب، هذو راه سعرهم ب 35 مقص ثاني ها متوفر هكذا تاع شخشوخة ب 30000 تكون الحوايج الأواني كامل متوفرة. ها شوفوا السيت تاع الطابل ثاني راهم كاين بزاف أنواع، هذو راهم ب 15 كاين الشكل هذا تاع ريشة كاين هكذا مستطيل كاين في الدوري كاين في الأرجنتي، هذو على بعضهم هكذا من الواحد بخمسطاش ألف. ها وهذو من البلاطوات تاع نحاس تاع تقديم يعني حاجة مليحة يعني لقيت، هذا ب 350 كاين هكذا مع بعضها هاد بيس كاين هكذا ثاني كاين كاين لي تبيعو بالواحد كاين لي تجيو بالسيري سما كيما تحبو تحبو تشريو هكذا واحد وحدو تحبو تشريو سيري. شوف ايضا هادو تاع قطعه واحده البول تاع الحليب راهم متوفرين